تونس أو الديمقراطية الشرقية جدا. الحدث الأبرز البارحة كان إقالة أو استقالة مدير الأمن عبد الرحمن الحاج علي، وجيستما كان التساؤل حول طبيعة المغادرة إقالة ما استقالة، أحد محركات انشقاق المعلقين إلى شقين. رأينا البارحة التعليق والتحاليل حول مغادرة مدير الأمن تدور حول محورين متناقضين لا يخضعان للكليفاج المعتاد اللي هو غوسو مودو شعب الحدثيين بكل روافده ومقابله شعب الترويكا. المحور الأوليني اللي دارت حول ردود الأفعال فيما يتعلق بنهاية مهمة الحاج علي هو محور الإقالة. هذا الشق يعتبر الحاج علي تمت إقالته وأن هذه الإقالة كارثة كبرى على الأمن الوطني. هذا الشق يستند عموما إلى أسماء نجاحات مدير الأمن المتخلي والتي يلخصونها في تناقص العمليات الإرهابية. هذا الشق جزء منه يربط بين اغتيال محمد الزويري في السرقسة البارحة وبين إقالة مدير الأمن التي بمجرد حصولها قالت البلاد رجع دخلت في أتون العنف. الطرح هذايا نلقاوه يتبناه مثلا عماد الدايمي ومواقع كموقع الصداء، أما في نفس الوقت نلقاو الطرح هذايا موجود أيضا لدى أطراف مناوئة للترويكا وقريبة من النداء. فمثلا نلقاو في مجلة ليدرس مقالا يقدم ردود الأفعال حول انتهاء مهام الحاج علي بصفة أحادية مبررا مبرزا مدير الأمن السابق كرجل النجاحات الذي أنهى مناخ انعدام الأمن. توا المحور الثاني اللي دارت حوله التعليق وهو موقف الارتياح من انهاء مهام الحاج علي. هذا الشق يستند إلى التعيينات والعفاءات المشبوهة التي وقعت في عهده والتي جعلت من المستحيل حلحلة ملفات بالعيد والبراهني مثلا. هذا الشق يذكر بدور مدير الأمن السابق في الانتقام بالوكالة من عصام الدردوري مثلا. محور التعليق هذا نلقاوه يشاطروه جزء صغير من جماعة الأنتي ترويكا، لكن زاد حسب انقسام داخلي غير منسجم بغابوغ الأحد محاور هذا الانقسام الذي يدور حول الموقف من حافظ قائد السبسي بار اكزامبل. ومحور الانقسام هذايا مهم في القضية هذية نظرا لما يدور من طروحات في الشق المقابل من كون إعفاء الحاج علي إنما هو نتيجة سوء علاقته بحافظ قائد السبسي ومن هناك بالبيجي قائد السبسي اللذان اتهماه حتى بالتجسس عليهما وبأنه رجل لحبيب الصيد الذي أشرف على تعيينه وتمسك به. بارادوكسالمون الكليفاج هذايا نلقاوه يخترق ويفقد الانسجام عندما نرى عبد العزيز القطي المنتمي اليوم الى فصيل سياسي يطرح على نفسه اقاله حافظ قائد السبسي يستبشر باقاله عبد الرحمن الحاج علي. دونك بقطع النظر عن اسانيد الشقين وعن الاصل اي حقيقه الامر وعن من هو على صواب ومن هو على ضلال، فالمزعج في المساله هو الضبابيه التي تكتنف التعيينات في المناصب الحساسه في تونس منذ سقوط الترويكا. فوقت الترويكا كان اتجاه الدوله وعلى راسها النهضه واضحا لا مراء فيه. كانت التعيينات تتم على اساس الولاء للاسلاميين سواء كان الولاء فكريا او تمعشيا انتهازيا، ولهنا نقصد الناس اللي مقابل التستر على ماضيها وعدم محاسبتها دانوا بالولاء للطاعه والطاعه للي يصبح في الحكم. بعد فترة الوضوح هذه التي لم ترى الترويكا فيها من حرج لا ينسب لها التغول في تلغيم جميع مفاصل الدولة بجماعتها بكل وضوح، دخلنا في فترة متاع الضبابية التامة مع حكومة المهدي جمعة وتدشين عصر التوافقات الخفية والمعلنة. فأصبح الرأي العام ولا حتى المطلعين عاجزين عن الجزم حول انتماء هذا الوزير أو ذاك أو هذا المدير العام أو ذاك. فرأينا أناس قدموا على أنهم مستقلين عند تعيينهم تبين فيما بعد انتمائهم الحزبي الصريح. الضبابية هذه وإن كانت نابعة في جزء منها من الحسابات والمقايضات والمخذات بالخاطر والانتهازيات، فهي تعكس مسألة أخطر وهي مسألة غياب الاتجاه الواضح للدولة ولسياساتها. والسياسات من أهم أركانها اختيار الرجال اللي يمثلوها على رأس الدولة وفي مفاصلها الحساسة. اليوم نلقاو في المواقع الأولى في الدولة التونسية ناس ما يجمع بينها حتى شيء في الاتجاه، ونلقاو بتايوم تاع مديرين ومستشارين ما تنجمش تصنفهم نظرا لتذبذب الدولة النابع من حكاية الوفاق هذا. الدولة اليوم ما عادش عندها اتجاه واضح، فما عرفناش دولة شكون، وتعمق الإحساس هذايا بعد انتخابات 2014 اللي بعد ما تصورت أغلبية التوانسة اللي صوتت للنداء تونس اللي هي بتصويتها باش تأسس الدولة ذات اتجاه حداثي ديمقراطي واضح لا يعين على رأسها وفي مفاصيل إدارتها إلا المنتمي لهذا الاتجاه.
كما كان الشأن من قبل ومنذ دولة الاستقلال، وكما هو الشأن في الديمقراطيات الحقيقية اللي كل ما تصير فيها انتخابات يتاح للشعب معرفة اتجاه كل المسؤولين الجدد ضرورة أنهم يمثلون سياسة الربح في الانتخابات. فما لم تتخلص بلادنا من هذه الديمقراطية الشرقية جدا نتاع الإجماع والتوافق اللي تخلي المسألة السياسية معقدة لا انسجام فيها، فإن الضبابية وما ينتج عنها من جو سياسي متعفن ميزانه الإشاعة والتضليل ستبقى سيدة الموقف.